بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه الرواية التي نذكر جزءا منها في هذه الليلة توجد محاور للبحث. المحور الأول أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام معصومون، لا يرتكبون المعاصي بل لا يخطئون، وعلى رأي أنهم لا يتركون الأولى أيضا كما ذهب إليه السيد الوالد، أن ترك الأولى لا يصدر من معصوم. نعم، للمعصومين الأنبياء درجات في الفضل وفي العظمة، إلا أن العصيان والخطأ بل وترك الأولى لا يصدر عنهم. مثلا بالنسبة إلى نبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام، في الآية المباركة وعصى آدم ربه فغوى، هناك آية أخرى تقول بأن الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة، كأنما آدم عليه السلام كان ضيفا في الجنة والله عز وجل خلقه ليكون خليفته في الأرض وأن يكون بالجنة، وإنما كان فترة الجنة اختيارية، متى ما أكل من تلك الحنطة فينتقل إلى الدنيا. فهناك هذا الرأي قائم. الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام كانوا يركزون على هذا المعنى في مختلف الروايات، وينفون السهو والخطأ والنسيان والمعصية بالخصوص عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه في زمن الأئمة سلام الله عليهم كانت الأفكار المختلفة تترى على البلاد الإسلامية. أصحاب الديانات كانوا يبشرون لدياناتهم، وكثير من الشبهات على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأئمة كانوا ينفون تلك الشبهات والتشكيكات ويشيرون في كل موقع أمكن أن يشيروا إليه أن الرسول صلى الله عليه وآله مطيع لله عز وجل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل إن مشيئة الرسول مشيئة الله عز وجل، وإرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، بل حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعرف مشيئة الله في مقام الإثبات بمشيئة معصوم من المعصومين. هناك رواية مذكورة في بعض صحاح العامة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يدعو على الكفار الذين آذوه، وإنما كان يكرر اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن هذه الرواية موجودة في بعض صحاحهم. ولكن عندما ألقى ذلك الأعرابي الجاهلي المشرك سلا جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتت فاطمة عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام وقالت، هنا عندما أتت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دعت على القوم، دعت عليهم. الرسول كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن الزهراء سلام الله عليها عندما أتت إلى أبيها رسول الله دعت على القوم. فبعد ذلك كأنما في مقام الإثبات
أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن الإرادة الإلهية التي كشفت عنها إرادة فاطمة الزهراء هذه الإرادة إنما هي في الإجازة بلعن القوم الكافرين، فلعنهم رسول الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية في لعنهم بعد أن لعنتهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن هؤلاء هم في كل حركاتهم، في كل سكناتهم، إنما يمثلون الإرادة الإلهية، بل يفسرون الآيات المباركة. يعني بالنسبة إلى المنافقين في الآية الشريفة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مع ذلك رسول الله هذه الآية الصريحة في عدم الصلاة عليهم وعدم القيام على قبورهم، مع ذلك رسول الله صلى على كبير المنافقين وقام على قبره ودفنه بشخصه. طبعا هذا كان سبب رجوع كثير من المنافقين إلى الإسلام الحقيقي. يعني هذا إذن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، يبين ويفسر الآية المباركة: لا تقم على قبر أحد منهم مات أبدا لا تصل عليهم. هذا شنو معناه؟ معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفعله فهو استثناء في هذا الإطلاق، فعل رسول الله حجة كما أن قوله وتقريره حجة. إذن هذه نقطة بالنسبة إلى أن الأنبياء وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أن المعصومين لا يخطئون ولا يعملون بما لا يريده الله. وهنا إشارة في هذه الرواية إلى هذا المحور. المحور الثاني أنه قلة من يتبع الحق لا يكون ملاكا لضعف الحق، كما أن كثرة من يتبع الباطل لا يكون ملاك لقوة الباطل. يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي وادي فاسلك وادي علي، علي مع الحق والحق مع علي. قلة أصحاب الحق، كثرة أصحاب الباطل، هذا مو ملاك أبدا في أي عقل وفهم، مو ملاك، لأن الكثير ما يعقلون ما يشعرون، أو يتبعون القوي يتبعون الغني، هذا أمر بين واضح. فلذلك لا خوف لنا لصاحب الحق من الاحتجاج مع الآخرين، وإن كان عدد أصحاب الحق قليل والآخرون عددهم كثير، إحنا ما نخاف من الاحتجاج ما دام لنا الأدلة فندخل في الاحتجاج. مثلا مجموعة كالإسماعيلية، هذول بقوة يخالفون الاحتجاج بقوة وبشدة، حتى أنهم أو كبراءهم يقولون لأتباعهم أنه لا تحتجوا لا تجادلوا لا تباحثوا، وإلا طلقت زوجتك، تبين منك الزوجة. في بعض الأحيان يصرحون لهم. لماذا؟ لأن بضاعتهم مزجات، ما عندهم واقع. أحدهم في كربلاء المقدسة ارتبط بالسيد المصطفى ابن الأخ، فقال أنا عندي مشكلة، أحد الإسماعيليين عندي مشكلة. قال له السيد المصطفى: انذر للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يحل مشكلتك، ومشكلته مشكلة مالية، كذا مبلغ من المال. فنذر، كأنهم ما يروحون إلى زيارة الإمام الكاظم، يمكن البعض يعد بعضهم من النصاب. فإسماعيليين بعد الإمام الصادق يتبعون إسماعيل، فقالوا بأنه غاب، مع أن الإمام الصادق بنفسه دفنه وأشهد وكشف عن وجهه في القبر، قال اشهدوا من هذا الذي أدفنه، قالوا أنه إسماعيل. يعني بيّن لهم في مواقف عديدة، لأنه كان يدري البعض راحوا ينحرفون عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقال انذر للإمام الكاظم أن تدفع كذا مبلغ، أن تنذر أنه إن تزور في الكاظمية إن حلت مشكلتك. يقول أنا ثاني يوم أو تقريبا أو أقل من 3 أيام شفته مرة ثانية، قال إن حلت مشكلتي
ولكن مو عبر الإمام الكاظم، عبر شيخنا كبيرنا. قلت له شلون؟ قال في الواقع هذا طلبني، كأنما الخبر انطش في أوساطهم أن فلان ناذر للكاظم سلام الله عليه. فيقول هذا طلبني قال لي أنت ناذر للكاظم؟ قلت إيه. قال زين تعال انذر لكبيرنا اللي يعتقدون بأنه نائب الإمام، فانذر له الآن أنه مثلا تفعل له كذا من الخيرات، إن سدد قرضك. قال أنا هم نذرت له وهو مطاني $20,000 اللي كانت أطلبه. فالسيد يقول قلت له هذا الإمام الكاظم مشالك عنه بهذه الطريقة، وقال له لو أنت مو ناذر للإمام الكاظم ما يجي هذا يدفع لك هالمبلغ، فهو الإمام الذي بيّن لك ذلك أعطاك أوصلك. يقول ما قبل، هذا ممن أعمى الله قلبه. زين هذول يخافون من كل احتكاك مع صاحب الفكر لأنه ما عندهم حجة. النصارى كذلك، النصارى يخافون من الاحتكاك بالمسلمين أبدا، ما عندهم مناظرات، يمكن نادر أصلا تسمعون مناظرات بين مسلم ونصراني، ماكو مناظرات. ليش؟ لأنه في أول خطوة لهم التناقض، التوحيد والتثليث. فإذن يجون في أول عقيدة من عقائدهم وأهم عقيدة ما يقدرون يجيبون. كانت لهم مناظرات سابقة مع الرسول صلى الله عليه وآله، مع الأنبياء، ولكن الآن وصلوا إلى قناعة أنهم ما يمكن أن نناظر مسلم أبدا، لأنه مع المناظرة مع مسلم يتبين أنه إحنا نعيش على خواء، ما عندنا شيء. بخلاف الوهابية، الوهابية الآن مغرورين فيدخلون في مناظرات مع الشيعة ومحاجات لحالة الغرور الموجودة فيهم. إذا الشيعي يكون مسيطر وقوي قطعا يفهمون بسرعة، ما لهم أي مخرج، لأنه كل دينهم على التجسيد، كل عقيدتهم على التشبيه، كل عقائدهم باطلة التي أخذوها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الغرور الموجود. طبعا بعد فترة هم راحوا يكفون عن المناظرة. طيب إذن المناظرة من شيمة العالم الشيعي ومن شيمه طريقة العالم الشيعي، ويجب أن يدخل في هذا السلك، مو أن يكف نفسه عن هذا السلك المسلك. هذه النقطة. المحور الثالث أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما بعث للعالمين، مو لفرد دون آخر أو لجهة دون أخرى. وهذه العولمة التي الآن يعني صار يمكن 20 سنة، أكثر من 20 سنة كلام أنه هل العولمة بضرر الإسلام أم بنفع الإسلام؟ قطعا العولمة وإمكان إيصال الرسالة إلى كل العالم بأسرع الأمور وبأبسط الأمور، هذا مما يخدم الإسلام ومما يخدم التشيع قطعا. الآيات المتعددة تشير إلى ذلك بأن الرسول ليس منحصر بفئة خاصة بمنطقة جغرافية معينة، وإنما هو رسول للعالمين. إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني القرآن الكتاب، إن هو إلا ذكر للعالمين، 3 آيات أو 4 آيات بهذا المضمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن إذا أمكن واحد يجي يبين الحقائق بلغات متعددة، هذا من وظيفة رجل الدين، من وظيفة رجل الدين أن مجموعة يذهبون إلى الصين مثلا، هذا البلد اللي راح يكون إلى المستقبل، مستقبل العالم يعني يرتبط بالصين. مجموعة من رجال الدين يذهبون إلى هناك يتعلمون اللغة، يعلمون أبنائهم اللغة الصينية. أحد الأصدقاء في أستراليا كان يقول بأن أكثر لغة حية الآن يتعلمونها في أستراليا اللغة الصينية، يقولون لأن مستقبل العالم مرتبط بالصين. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله كان للعالمين، المفروض أن من يتبع الرسول ومن يريد أن يبلغ رسالة الرسول أيضا يكون للعالمين، مو باللغة العربية، مو بلغات خاصة الفارسية والآذرية نحو حول هذه اللغات فقط، وإنما يخرج إلى اللغات الأخرى، لغات كثيرة في أفريقيا، لغات في شرق آسيا.
فإذن على رجل الدين أن يهتم. وقضية الشيخ أحمد القمي قضية معروفة، أنه ذهب إلى تايلاند وهناك سبب الإسلام لكثيرين. رجل طالب بسيط من قم يخرج إلى تايلاند قبل يمكن 200 سنة وأكثر، وهناك يسبب هداية الكثيرين، وإلى الآن مقام كبير في تايلاند. هذه أيضا نقطة. المحور الأخير وهو أنه يمكن هذا المحور نرجعه إلى غد إن شاء الله. لاحظوا الآية الرواية المباركة. وقال أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقام إليه رجل آخر، يعني إلى الإمام الصادق، لأن الإمام العسكري يذكر الكلام الذي جرى بين الإمام الصادق وبين بعض من كان يحضر في مجلسه. فقام إليه رجل آخر وقال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجادل رسول الله؟ أيضا رسول الله جادل. فقال الصادق عليه السلام، مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة الله. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخالف الله عز وجل مهما ظننت، يعني قد ما فكرك شرق غرب إلا أنه لا تتصور في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يخالف الله، وإنما رسول الله معصوم في كل حركاته وسكناته، مو كما يذكر البعض. البعض يذكر أن الأنبياء ليسوا بمعصومين بالنسبة إلى قضاياهم الخاصة، وإنما بالنسبة إلى الأحكام هؤلاء معصومون فقط. لا، إن الرسول صلى الله عليه وآله في كل صغيرة وكبيرة في قضاياه الشخصية والقضايا العامة هو معصوم من الخطأ والغلط، بل هو أسوة. يعني لو رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الجبن في صباح يوم الجمعة فنقول بجواز ذلك أو استحبابه، بس على المباني المختلفة. فلا تظنن به مخالفة الله عز وجل، رسول الله لا يخالف الله عز وجل. أليس الله قد قال وجادلهم بالتي هي أحسن؟ هذا مو أمر الرسول لا يمتثل أمر الله في الجدال؟ بلى، رسول الله جادل. وجادلهم بالتي هي أحسن وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في القضية التي ذكرناها أمس، لمن ضرب لله مثلا. أفتظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله خالف ما أمر الله به فلم يجادل بما أمره الله به؟ الله أمره بالجدال فلم يجادل؟ حاشا وكلا. ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبر به؟ يعني رسول الله، الله أمره وجادلهم بالتي أحسن، يعني أدخل في المجادلة، لا يذكر للناس أن الله هكذا أمرني؟ لا قطعا، رسول الله يخبر ما ذكره الله له. ولقد حدثني أبي الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن جدي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أنه اجتمع يوما عند رسول الله أهل خمسة أديان، معا اجتمعوا في يوم واحد، من كل دين خمسة من كبارهم من علمائهم من أحبارهم اجتمعوا عند رسول الله. اليهود خمسة من كبار اليهود والنصارى، كأنهم اتفقوا هؤلاء على أن يأتوا وفي مجلس واحد يفحمون رسول الله. بالنتيجة 25 عالم من كبار العلماء بأذواق مختلفة بأديان متعددة، بعضها أديان إلهية شرائع إلهية ولكن منحرفة، وبعضها أديان كذب، يعني أديان مصطنعة لم يكن أصلها دين سماوي. إذن أتوا عنده اليهود والنصارى والدهرية والثنوية. الثنوية إن هناك اثنان مبدأان للخير والشر، أما الدهرية فيقولون الدهر كان من القديم، ماكو فت خالق إلا اللي بينا أنهم على أصناف ثلاثة، ينكرون الخالق والبعث، ينكرون البعث فقط، يثبتون الخالق بعضهم ويثبتون الخلق الأول وينكرون الرسل. طيب، ومشركو قريش، مشركو قريش أيضا هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها قربة إلى الله، يعني يجعلونها لله قربة. فقال اليهود نحن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله
نحن نقول عزير ابن الله. اليهود في فترة بخت الناصر كما في بعض التفاسير هجم بخت الناصر عليهم وقتل منهم مقتلا عظيما، قتل رجالهم، سبى نساءهم وأطفالهم، أخذهم إلى بابل وهدم دورهم عبادتهم. فقرن من الزمن هكذا. بعد ذلك كورش أتى وفتح بابل، سيطر على بابل. فهذا عزير، طبعا عزير هو اسمه عزرا في اليهود، ولكن في اللغة العربية صغروه فأصبح عزير ولا اسم عزرا. عزرا كان أحد علماء اليهود، ذهب إلى كورش وتوسط لأن يأخذ اليهود معه، فما سمعه من أسلافه من التوراة هو اللي كتبه، اللي كان في ذهنه وسامع من أسلافه ما التوراة. فهؤلاء يمجدون عزير ويقولون عزير ابن الله. طبعا الآن يهود اليوم لا يقولون بأن عزير ابن الله، وإنما كبير محيي الشريعة الموسوية اليهودية عندهم هكذا. ولكن في تلك الأزمنة كانوا يعتقدون بأنه ابن الله، لأن والدليل على ذلك أنه ماكو واحد من اليهود استشكل على الآية المباركة أنه عزيرون ابن الله، وإلا كانوا يجون يستشكلون يقولون لا إحنا ما نعتقد بأن عزير ابن الله. فكأنما هذه العقيدة كانت موجودة عندهم أو عند بعضهم لا أقل. فهذا أتى وكتب التوراة مما كان قد سمعه من أسلافه من علمائه السابقين، وشيد لليهود، يعني أعطى لليهود الهوية اليهودية بعد أن أذلهم بخت الناصر. لذلك يمجدونه يكبرونه جدا إلى أن جعلوه ابن الله. طبعا المسيح أيضا يجعلون، النصارى يجعلون المسيح ابن الله. هذه عقائد مأخوذة من الصين، من الهند، من مصر السابق زمن الفراعنة. يعني أغلب هذه الخرافات الموجودة في كتب الإنجيل والتوراة، طبعا المحرفان، أكثر هذه الخرافات إنما هي مأخوذة قصص من الصين، من الهند، اللي كانوا يعبدون الأصنام، يجعلون إله الأب، إله الابن، إله الزوج، إله الزوجة، آلهة، يتخذون آلهة أصنام كنماذج حية مثلا يمكن أن يقتدى بها. فكل هذه خرافات مأخوذة. أكو بعض الرسائل التي تطبق قصص الإنجيل على خرافات الصينيين السابقين بكتب سابقة. فيقول وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، لأن الذي اتبع الحق أولا هو أولى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بالنتيجة للسبق مزية، فأنت تتبعنا ونحن الأفضل. وإن خالفتنا خصمناك، يعني نغلبك في الخصام، نجادلك، نزاحمك في الخصام إذا خالفتنا. وقال النصارى نحن نقول إن المسيح ابن الله، اتحد به. وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقال الدهرية نحن نقول إن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة. لا بدو لها يعني هي قديمة، يعني كانت من الأزل وستبقى إلى الأبد. وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الثانوية نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران، كأنما الخير والشر. وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك، وإن خلفتنا خصمناك. وقال مشركو العرب إنا نقول إن أوثاننا آلهة، طبعا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفها، يعني آلهة ولكنها وسائط لله عز وجل. وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خلفتنا خصمناك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت بكل معبود سواه. الجبت معناه صنم معبود كان سابقا يسمى بالجبت، الساحر أيضا يسمى بالجبت، أيضا الكاهن، الطاغوت هو المعتدي، الشيطان رأس الضلال. وطبعا في التأويل بالنسبة للجبت والطاغوت الأول والثاني. ثم قال لهم: إن الله تعالى قد بعثني كافة للناس، مو لجهة دون أخرى، مو أنه ما أناظركم، لا، أنا رسول للعالمين للجميع، كافة للناس، بشيرا ونذيرا، أبشر وأنذر، اللي في كلمتي البشير والنذير في التفصيل يمكن نرجعه إلى وقت آخر، وحجة على العالمين، حجتي مو للجماعة وإنما للكل، وسيرد كيد من يكيد دينه في نحره، الله عز وجل يرد هذا الكيد إلى من صدر عنه هذا الكيد. زين، ثم قال لليهود الطائفة الأولى، خلي يتناقش وياهم، يحاججهم، ينظر ما هو لهم دعوة، يعني في أي خصام أو أي مناظرة هناك دعوة وهناك حجة وهناك حجة مقابلة، إبطال الحجة وإثبات الحجة مقابلة. فالرسول صلى الله عليه وآله قال لهم: أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ سئتوا تقولون عزير ابن الله، عندكم حجة يا له؟ هذه الدعوة لها حجة؟ قالوا لا، قطعا عندنا حجة برأيهم. قال: فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله؟ بأن عزيرا ابن الله، قالوا: لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه. إلى أن نصل إن شاء الله. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.